بسم الله الرحمن الرحيم. تبين حديثا أنه يوجد في قيعان المحيطات والبحار تصدعات تخرج منها الحمم المنصهرة، وهذه الظاهرة لم يكن لأحد علم بها زمن نزول القرآن، ولكن الله تعالى حدثنا عن ذلك بقوله: والبحر المسجور. والمسجور هو المحمى أو المسخن، وقد رأى العلماء هذه الظاهرة بالصور لتكون دليلا على إعجاز هذا القرآن في عصرنا هذا، والحمد لله رب العالمين.